وللمزيد ينضم إلينا دكتور خالد جاد، أستاذ القمح، وكيل معهد المحاصيل الحقلية. دكتور خالد، بعد التحية، دلالة افتتاح موسم حصاد القمح هذا العام من شرق العوينات تحديدا. بسم الله الرحمن الرحيم، كل سنة وانتم طيبين. أهلا وسهلا بحضراتكم، وطبعا النهاردة يوم عيد بالنسبة لنا. افتتاح موسم حصاد الدهب الأصفر من أحد المشروعات الكبرى المبشرة، المساحات اللي بتضاف إلى الرقعة الزراعية في مصر. طبعا بيدي دلالة كبيرة ان احنا عندنا النهاردة اصناف من القمح المصري بتزرع تحت الظروف دي والاراضي الجديدة والتغيرات المناخية وانتاجيتها العالية. فده بيدينا فخر لوزارة الزراعة اللي بتنتج اصناف عالية من القمح عالية انتاجية متحملة للتغيرات المناخية. عندنا السنة دي ما شاء الله اكتر من 7 اصناف جديدة بتصلح للزراعة في الاراضي الجديدة والمشروعات الكبيرة. عندنا الحمد لله دلوقتي في زيادة في رقعة زراعية كل سنة، مشروعات ضخمة زي الدلتا الجديدة، مستقبل مصر، جنة مصر، غرب المنيا، التوشكا، العوينات، وفخامة الرئيس طبعا بيشرفنا السنة اللي فاتت بحصاد في مستقبل مصر، والسنة اللي شرفنا في العوينات. فيعني الحمد لله النهاردة بالنسبة لنا يوم عيد. طيب، إلى جانب يعني افتتاح هذا الموسم لحصاد القمح، تم افتتاح أكبر مصنع للبطاطس، مما يعزز من فكرة التصنيع الزراعي في تلك المناطق الجديدة. هو طبعا احنا المشروعات الكبيرة معمول لها طبعا خطة كبيرة وتعملها بنية أساسية، بحيث ان احنا بيهمنا ان مش انتج وخلاص، انتج واعرف اصنع. صحيح. واعرف اتداول السلع بعد كده. فلما بيتم عمل مشروع كبير زي الدلتا الجديدة وغيرها، بيتم عمل انشاء فيه مصانع للتعبئة للتصنيع، بحيث ان في الاخر منتج نهائي نسائي بيكون سهل تداوله. فافتتاح مصانع في مزيد المناطق كان بالنسبة لنا حلم. فالنهاردة بنفتتح النهاردة موسم حصاد المحصول الاستراتيجي الاول في مصر، ونزود في مساحة القمح. بنفتتح النهاردة مصنع جديد للبطاطس في هذه المناطق، في منطقة الدلتا في ان شاء الله مشروعات كبيرة. صح. ومصانع وتجمعات سكنية، هيكون عندنا ان شاء الله تجمع يعني مجتمعات جديده هتنشا في هذه المناطق. وعندنا طبعا الحمد لله دلوقتي الوزاره اصبحت عندها النهارده رؤيه كبيره في المحطه الاستراتيجيه دلوقتي، بوجود مركز للزراعه التعاقديه اللي بيشجع المزارعين على الزراعه الصيفي للمحاصيل الاستراتيجيه اللي هي فيها ازمه زي المحاصيل الزيتيه والمحاصيل الاعلاف وغيرها. وعندنا النهارده برضو مشروع قومي للصوامع اللي بيزود لي القدره التخزينيه الى الضعف او اكثر من الضعف دلوقتي. ففي عندنا دلوقتي في تنميه متكامله. صحيح. وطبعا ده طبعا بفضل الرؤيه الشامله والمستقبليه للقياده السياسيه. برايك دكتور خالد، ما اهميه هذه المشروعات في تقليل الفجوه الغذائيه وتحقيق الامن الغذائي؟ هو والله ممكن يبقى السؤال لولا هذه المشروعات في هذه الايام كان حصل ايه؟ صحيح. مع وجود الأزمات الدولية زي مشكلة الكورونا اللي حصلت، أزمة روسيا وأوكرانيا، موضوعات التغيرات المناخية اللي موجودة، لولا إن في مساحات بتضاف كل سنة من هذه المناطق الجديدة كنا بقى موقف أصبح صعب جدا. لكن بفضل دخول المشروعات الجديدة من السنة اللي فاتت في إنتاج محاصيل استراتيجية زي القمح، الحمد لله ما تأثرناش بالأزمات الدولية دي، وكل سنة هتضاف إن شاء الله مساحة من هذه المشروعات على مستوى الجمهورية. احنا عندنا في الصحراء الغربيه اكثر من 4-5 مشروعات كبيره، وعندنا في الصحراء الشرقيه برضه في سيناء في مشروعات برضه توسعيه. عندنا يعني الحمد لله كل سنه بيتم افتتاح موسم الحصاد في احد هذه المناطق. فهو ان شاء الله يعني داخلين الى تقليل الفجوات في المحطه الاستراتيجيه ان شاء الله خلال السنوات القادمه باذن الله. دكتور خالد جاد، مدير المكتب الفني لمعهد المحاصيل الحقليه، اهلا، شكرا جزيلا لك.